طلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم على دور المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية وأهم مبادراته ومشاريعه المستقبلية. وتسلم سموه خلال استقباله وفد المركز في مجلس قصر البحر في أبوظبي نسخة ورقية للخريطة العامة لدولة الإمارات باللغتين العربية والإنجليزية. واستمع سموه من الوفد إلى شرح بشأن أهم مبادرات المركز منذ إنشائه، ومنها أطلس الاتحاد الأول من نوعه على مستوى الدولة، والذي يوفر قاعدة بيانات للمعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية الموثوقة التي تهدف إلى دعم مختلف القطاعات في الدولة، خاصة التعليم والصحة والاقتصاد والبيئة وغيرها من القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة في الدولة، إضافة إلى تسليطه الضوء على الإنجازات التي حققتها الإمارات وتاريخها وموروثها الحضاري، إلى جانب الفهرس الوطني للمعالم الجغرافية الذي يحدد تعريفا ورمزا لكل معلم من المعالم الجغرافية المكانية المشتركة على المستوى الوطني، وغيرهما من المبادرات والمشاريع.